اتعرف عليه ده قدام البوم عشان في الاخر اشتغل عامل نظافة مش فاهم خريج ألسن وإعلام وأكتر من كده وأقل من كده إزاي مش فاهم أنا وقال لي أستوي اللي زينا عملوه زينا عملوه أنت عندك واحد خريج دبلوم تجارة ماشي عادي ما تعلمش أصلا برضو عادي إنما واحد متعلم وشقي وتعب واجتهد ليه حق ليه الدولة ليه ملزمة إنها تشغله شغلانة تليق بيه تشغيل الشباب ده عمال نظافة صعبة ان هم بعد تعليم وبعد يعني مصاريف صرفناها عليهم وابتدوا فترة طويلة في يعني انا ابني اتخرج برا مش من هنا كمان يعني لسه انا بوثق الشهادة بتاعتي يجي تشتغل عامل نظافة لا والله مين يقبل كده؟ هذا دي هو مش هيك ازاي واخد مؤهل ان كان عالي ولا متوسط واشتغل عامل نظافة فهو عنده ان يستمر في الوضع اللي هو عليه لغايه ما يديله الوظيفه بتاعته المناسبه. مصر هي كبيره جدا فتقدر تتغلب على مشكله البطاله بسهوله. لانه في مصانع المفروض انها تعمل وتعمل كذا ورديه وكذا وتستغل الوقت احسن استغلال وتنظم كل شيء فكل شيء يتحل. انا شايفاه مناسب لفئات معينه لكن خريج الجامعه بعد ما اشتغل درس وخدوا ثانويه عامه ومعاناه الثانويه العامه ودخلوا جامعه وبعد ما اتخرجوا من الجامعه هشغلوا مع احترامي للزباله ومهنه الزباله بس ما ينفعش يشتغلوا زبالين حرام حد عشان يخفوا من حاله الترهاب والكلام الفاضي ده وكده لان معظم الشباب قاعد على القهوه وبينفق فلوس كتير وما عندوش داخل ما بيفكر في الجريمة اي واحد يعرض عليه رأي او حاجة في الإرادة سهل جدا انه يستحوذ عليه عندك مثلا دكتور عندك مثلا محاسب عندك راجل محامي ممكن الناس دي برضه ما تلاقيش شغل مش هتفرض عليهم ينزلوا من مستواهم التعليمي من ان هم مثلا المستوى اللي هم وسط فيه ينزلوا عشان يلموا زبالة الزبالة بوظة مصر كلها والمفروض قانون الزبالة ده يتطبق على الصغير والكبير على ضابط الشرطة وعلى الفيل على كل واحد لا مفيش حاجه بتطبق احنا مش شايفين في تطبيق ده حل كويس جدا يا استاذه عامل النظافه في الدنمارك بياخد اعلى من رئيس الوزراء 15% يا ريت احنا ما عندناش لاقي شغل هو مش عيب اي شغل مش عيب ليه ما يا ريت نلاقي فرص عمل وكويس ان نتوسع فرص عمل وكويس ان احنا نسيطر على موضوع الزباله يعني والله كويس ان يتعمل مشروع بالشباب دوت ويتعمل مصانع لتدوير الكمامه وتصنيعها يبقى انا شغلت على الاقل اكثر من 500,000 شاب